دكتورة، لنعلق بداية على ما جاء في الشهادات، هل يتعلق الأمر بظاهرة بدأت تتمكن من المجتمع الجزائري؟ إذا هل ظاهرة العزوف عن الزواج أو تأخر سن الزواج بدأت تتمكن من الشباب الجزائري أو للعكس؟ يعني هل المجتمع الجزائري فرض الظاهرة؟ إذا هنا نعود نرجع إلى مسألة المفاهيم. العزوف عن الزواج وش نقصد به؟ هل هو الامتناع عن الزواج؟ هل نعني به تأخر سن الزواج؟ هل نعني به التخوف من الزواج؟ أم نعني به رفض الزواج أو عدم القدرة على الزواج؟ يعني هذه يمكن حصرها في الأسباب. هي الأسباب في حد ذاتها تحدد المفهوم أو تحدد الظاهرة. إذا كي نقولوا العزوف عن الزواج نعني به هناك رغبة ولكن عدم القدرة لأسباب معينة. يعني مكرهات. إكراهات. إذا هنا نقدر نقولوا بأن الظاهرة تفشت في المجتمع الجزائري وغيرها من المجتمعات العالمية العربية والغربية بصفة عامة. يعني الغربية هذيك ثقافتهم، يعني هذه ثقافة. لا ليش ثقافتهم، احنا عندنا الفكرة بأنها ثقافتهم، ولكن الإحصائيات تقول بأنه تأخر سن الزواج في الغرب بدأ يعرف انتشار ابتداء من سنة 1973، يعني مرتبط بظهور الأزمة إن صح التعبير أو بعض مؤشرات الأزمة الاقتصادية. كذلك العولمة. ما يعرف بالعولمة. وبالتالي فهي ظاهرة ليست مرتبطة بمجتمع دون غيره أو بظروف دون غيرها، بينما هي ظاهرة يعرفها العالم. العالم بما أننا نعيش في نفس الكرة الأرضية في قرية صغيرة في نفس الظروف. إذن يعني من غير المنطقي أننا نربطها بالمجتمع الجزائري بالرجوع إلى ظروف معينة. إحصائيات لكنها ظاهرة دخيلة. لا ما هيش دخيلة في المجتمع وإنما في العالم. في العالم يعني تأخر سن الزواج يعرف في العالم بأسره. مثلا في البلدان العربية نقدر نقول دخيلة، المجتمعات العربية اللي كانت مجتمعات قبلية مثلا كما في الكويت في البحرين في قطر. إحصائيات الأخيرة تقول بأنه هناك 35% من الشباب الواحد لحقوا سن الزواج يعني المقرر ولم يقبلوا على الزواج. يعني في مجتمعات ذات طابع قبلي اللي كانت معروفة بالتبكير في الزواج. أما المجتمع الجزائري ربما نقوله تمكنت منه كما قلتي بالرجوع إلى الإحصائيات. مثلا الإحصائيات تشير بأنه مثلا معدل سن الزواج كان في 1960. هذه النقطة نرجع لها فيما بعد. نروح لك أستاذ من خلال بتياغ ولا صبر الآراء اللي قمنا به. مرحبا. كيف تقرؤون عزوف الشباب عن الزواج؟ لا هو شكرا سؤال مشروع. أنا أفرق بين نظامين، نظام صناعي زراعي ثم صناعي. فالنظام الزراعي ما كانش هذه المشكلة مش مطروحة، 14 سنة تزوج وعادي وما كانش هذه المشكلة تاع العزوف، وبالعكس وكانت الأسرة أبرصية، الأب يزوج ابنه ويمكن حتى ما يشوفش أو حتى الأم الشاب ما يشوفش زوجته، ولكن بهكذا تكوين أسر ومشت الأمور لأن النظام زراعي. النظام الزراعي الصناعي واللي أشرت له يمكن بجزئية الأستاذة، وهي أنه الآن الشباب دخلت عوامل قاسية وهي البطالة. إذا كنت قلت البطالة أيضا قلت التعليم، لأن الآن البنت والولد هم يقرأوا ويدخلوا المدارس في النظام الزراعي. يعني كنت حصلنا المفهوم العزوف عن زواج الأسباب نرجع لها فيما بعد. نعم تفضل. جيد. إذا العزوف له أسباب. كظاهرة يعني. كظاهرة لها أسباب ولا أحصرها في بلد من البلدان، لأن أنا قلت الآن بين نظامين، نظام زراعي وما فيش هذه المشكلة، والآن نظام صناعي في كل هذه في أسباب وتحمل الظاهرة أسبابها. ربما نشير لنقطة مهمة جدا وهي التعليم، مهمة جدا نذكر هذا التعليم. فضل لما تأخر الزواج لأن بدأت البنت تكمل الدراسة تاعها الجامعية. والشاب يكمل الدراسة الجامعية. لما نروحوا للسن في النظام الزراعي كانت 14 سنة، يمكن أقل من 14 سنة تزوج، يعني يمكن الجدة الثالثة تاعي متوسط يعني 10 سنوات. لكن الآن في النظام الزراعي يوصلوا حتى 30 سنة، بل حتى وصلوا إلى 40 سنة إلى 50 سنة ومش مزوجين، ذلك لأن دخلت عوامل أخرى اقتصادية وما عايش نشيروا بهذا الجانب مادي. الجانب العمل، لان مش معقول شاب بيروح وسكن، يعني هذه كلها عوامل. اذا نحب نفصل فيها المدني كنت تطرق لي الاسباب النفسيه. الاسباب النفسيه اذا شئت يعني علماء النفس متفقين بان الحاله النفسيه هي الحاله الاجتماعيه. هل في تخوف موجود في الزواج؟ موجود. أيه؟ انا نقول القاعده ومن بعد نرجع للحيثية التحليل. اي حاله نفسيه راجع للحاله الاجتماعيه. الان الاسره نفسها راهي في قلق، الاسره راهي في قلق،
حتى ان تدخل الاباء والامهات راهم يتدخلوا تدخل ماهوش في صالح البنت، في بعض الاحيان يكونوا هما المعطلات لزواج بناتهن واولادهن. ما عادش عندهم هذاك الدور اللي كان في سابقا، اصبح دور الوالدين ثانوي. يعني في سابق كان عندما يصل سن معين يفرض عليه انه يتزوج. صحيح الآن صحيح. ما عادش عنده هذيك السلطه على صحيح على ابنائه. ما كانش لا موجود، ولكن باخف اخف وطأة من إيه مما سبق، لكن موجود. لكن الشيء اللي يخلي الاباء ايضا ما يكونش عندهم سلطه وما يعودش عندهم يعني تدخل فعلي، هو ان الشاب عنده اعذار انه يمكن مش عامل. من نعم. كيف يزوجه وهو ليس عامل؟ كيف يتحمل أسرة؟ لان الان لازم نقول باللي ان بعض الاسر يعني الظروف الاقتصاديه الظروف الاقتصاديه اهم سبب انا اعتقد يقف وراء العزوف. انا اعتقد نعم. لها دور كبير جدا وقد نجزأ فيها من بعد. الناحية النفسية نكمل لك في نعم. الجزئية في الناحية النفسية. الآن الشاب يقول إذا إلى أين أنا؟ يسأل من حقه، يسأل هو سؤال مشروع. أين أنا بدون عمل وروح نعمل بيت ويمكن كراء من شعب كذا من أين؟ يعني يبقى في حد أنه يقول يمكن هذا تخوف مشروع يعني مشروع نعم. لكن نحن كأبا ولا نحن ك يعني أو حتى علماء النفس أن لا يطول هذا التخوف. نعم. أن يكون قصير لمدة معينة ليدخل للعمل يعني ليستقر في المنزل. نسبة الطلاق صار فيه يعني تردد كبير على فكرة الزواج. هل يمكن القول أن الزواج لم يعد مؤسسة آمنة؟ والله الزمن في زماننا هكذا صار الزواج، حتى النظرة إلى الزواج نظرة اختلفت مش بالنظام الزراعي الآن صناعي. بمعنى الشروط كانت أصبحت شروط مربوطة بالناحية المادية. نرفعوا المشكلة التخوف بسبب ارتفاع نسبة الطلاق. يمكن نشير لك الحاجة المهمة تفضل جدا. وهو أنه 70 سنة الآن يتزوج ب 25 سنة و 20 سنة، أعتقد هذا كله جانب مادي، أن هذا البنت ربما حتى الأب هذا أمر آخر. هذا آخر على كل حال. نرجع لمسألة التخوف بسبب ارتفاع نسبة الطلاق. صار الشباب يتخوف من الزواج، يقول لك أنا علاش نتزوج؟ طبعا لأنه يسأل باش في الصيف نتزوج في الصيف باش في الشتاء نقرر. نعم يسأل يقول بأن ما رانيش أنا اللي راني نقرر. نعم. راه المحيط أيضا راهو يقدر حتى يعني المحيط القريب يأثر بطريقة أو بأخرى، يأثر بطريقة من الطرق يأثر على، ولهذا الشاب يتساءل كم من مرة. إذا كان مثل درجي في الجزائر ويعرفوه كل كبار والصغار، يقول لك إذا كان زواج ليلة يزمنه تدبر عام. نعم. أنا قلت له يزمن 5 سنوات. عام للمال وعام للسكن وعام يزمن قسمه هكذا. نعم. 5 سنوات باش يتزوج. لماذا؟ لأن القضية ما هي راهي في 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 خريطة واحدة. نعم. ما نجيبوهاش من ناحية فقط أنه ما عنده سكن أو مش عامل، لأن في بعض الأحيان أن الكبار يتدخلوا حتى أنهم يعني يتدخلوا في، أنا أقولها بلغة هكذا، أقول حتى في خراب بيوت بلا ما يعرفوا الأسباب بطريقة غير مباشرة. نعم سأعود إليك أستاذ. نعم. شكرا. دكتورة يعني أين يمكن حصر أهم المشكلات التي تواجه الشباب لعدم الإقبال على الزواج؟ إذا ذكر الأستاذ بعض المشكلات وبعض الأسباب، ذكر هو البطالة أو يعني عدم وجود عمل، احنا نذكر كذلك تدني الدخل. نعم. إذا العامل الأول هو البطالة وتدني الدخل. هو السؤال هل يسمح دخل الموظف الجزائري لتحمل المسؤولية؟ نعم. إذا ذكرت مشكلة التخوف، إذا التخوف يكون من الطرف الآخر، يكون من تحمل المسؤولية، يكون من أعباء المسؤولية. نعم. إذا هذا المشكل الأول وهو مشكل مادي بحت ومشروع. نعم. ومشروع. المشكل الثاني، المشكل اللي ربما يشكل خصوصية في المجتمع الجزائري وربما يكون هو العامل الحاسم في تأخر سن الزواج أو في العزوف، وهو أزمة السكن. نعم. احنا نعرفه بأنه في المجتمع الجزائري الأزمة موجودة. تلقي مثلا في أسرة واحدة في شقة تحت 3 غرف كان 3 أو 4 شباب لحقوا سن الزواج ولكن ما قدروش. نعم. إذن هنا العامل موضوعي وحاسم. نعم. وحاسم يعني هنا تكون إكراهات، يكون مرغم يعني. إذن هذا العامل الثاني. العامل الثالث كذلك له دور حاسم، وهو غلاء المهور والمغالاة بالإضافة، مش المهور فقط وإنما مراسيم الزواج. نعم. إحنا مجتمع تقليدي نقولوا باللي دخلتنا هذه تأخر وما تأخر، ولكن نشوفه في مراسيم الزواج مكلفة جدا. يعني مشكل الآباء يعني، لكن في بعض الآباء يعني متوسط مكلف مع غلاء المعيشة. احنا نعرفوا بأنه هناك من الناس مثلا ما يقدرش يستغناوا على مراسيم المجتمع الجزائري، طقوس معينة في مناطق معينة من الوطن. بالطبع ما قدرناش نتجاوزوا هذيك النقطة نتاع ما عندوش ما يديرش، ما قدرناش. إذا قعدت هذه إذا يعد من العوامل الحاسمة اللي تؤدي إلى العزوف.
ما نقولوش الى التخوف، وانما الى العزوف او الى الامتناع، الى الامتناع او الى التاخر سن الزواج. عندنا عامل اخر كذلك ربما يكون مناقض لما قلناه، مجتمع تقليدي ومراسم الى غير ذلك، وهو الانفتاح. مجتمع منفتح اعلاميا، منفتح على مؤسسات حديثه، يسمح ربما بنوع من التحرر ومن اقامه علاقات، يعني ربما يعني هذا نشعلها فيما بعد. فيما بعد يعني برك فيه كذلك عزوف اختياري، يعني يكون الفرد مثلا الحق لسن معين 35، نتكلم خصوصا عن الشباب يعني. لا بالعكس، بالعكس حتى الفتيات، حتى الفتيات قد تلقاي عزوف اختياري 35 سنة، عنده سكن، عنده سيارة، عنده وظيفة، لكنه يمتنع عن الزواج. إذا هنا بالعامل اللي ذكرناه اللي هو العامل ربما الرابع، اللي قلنا بأنه يعني إمكانية الحياة من خارج إطار علاقة شرعية. إذا تلقايه مثلا في وضع ميسر يعني لبس به ولكن عازف، إذا هنا نشوف الظروف يعني هنا يعرف معرفة يسرب معرفة سبب الامتناع بالطبع. لا يمكن نفسيا لقوا عوامل نفسية، لقوا عوامل ثقافية، ربما كذلك التخوف من الطرف الآخر بالنسبة للإناث أو الذكور. كذلك قلتي بأنه ربما تكون ظروف مسموحة للرجل ويمتنع، حتى بالنسبة للفتيات، حتى بالنسبه للفتيات وتمتنع. هناك يعني في المجتمع الجزائري فكره غريبه ربما، يقول لك الفتيات ما يمتنعوش، ما لقاتش هي لا، يعني تقدر تلقى ولكن تفضل انها تعيش حياه العزوبيه. اذا هنا تدخل عوامل نفسيه، تدخل عوامل ثقافيه، تدخل عوامل اعلاميه. نعم، الان نتوقف مع التقرير الذي قامت به الزميله زهره بالقاضي، لنعود بعد ذلك. البطاله